أنا عاوز أقول لكل مشاهد، يسوع المسيح ليس مجرد نبي، بل هو أعظم من نبي. والمسيح أثبت نفسه بالأفعال مش مجرد أقوال. عندما قال شيء لقد فعل وتمم هذا الشيء، وأنه الحياة مع المسيح هي سلسلة من المعجزات، وأن المعجزات شيء طبيعي. الشخص اللي بيختبر وبيكون في محضر الله بشكل مستمر شيء طبيعي أنه يختبر معجزات يسوع المسيح. ولربما أنت تشاهدنا الآن، ولربما أنت تتساءل، هل فعلا يسوع المسيح اللي بنتكلم عنه في القرن الحادي والعشرون مازال حي؟ مازال يصنع المعجزات؟ عزيزي، كلمة الله بتأكد أنه يسوع حي وأنه مازال يصنع المعجزات. أنا مش بتطلع على الظروف المحيطة، سواء يعني صلاة استجيبت أو لم تستجاب، أنا بضع ثقتي في شخص يسوع المسيح الذي قال فكان، يأمر فيصير، فهو القادر على كل شيء.